بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب المنتقى في الأحكام الشرعية من كلام خير البرية صلى الله عليه وسلم للعلامة مجد الدين بن تيمية الحراني رحمه الله. الدرس 171. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب إيجاب الحد بقذف الزوج وأن اللعان يسقطه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. القذف هو الرمي بالزنا أو اللواط، هذا هو القذف. وإذا صدر القذف من شخص في حق آخر وطالب المقذوف بحقه فلا بد أن الحاكم الشرعي يطلب من القاذف أن يقيم البينة بأربعة شهود على ما قال، وإلا فإنه يقام عليه حد القذف. الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. فالأمر خطير جدا. فالمسلم ينزه لسانه عن هذا الكلام الخطير، ولو قدر أنه اطلع على شيء فإنه يستره مع مناصحة من وقع منه ذلك، وإلا إذا لم يقم البينة التي تثبت ما قاله بالمجيء بأربعة شهداء يشهدون على ذلك فإنه يجلد 100 جلدة. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة فإنه يجلد 80 جلدة، أي ضربة بنص هذه الآية الكريمة، وذلك حماية لأعراض المسلمين وسترا لمن ابتلي منهم مع مناصحته بالتوبة إلى الله عز وجل. نعم. باب إيجاب الحد بقذف الزوج وأن اللعان يسقط. هذا إذا قذف أجنبية، إذا قذف أجنبية. أما إذا قذف زوجته بذلك فإنه يطلب منه البينة، فإن لم يأتي بالبينة فإنه يجلد حد القذف، يجلد حد القذف. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم قال: ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة
أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، وفي قراءة والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، تدعو على نفسها بالغضب من الله سبحانه وتعالى. ثم يفرق بينهما باللعان، بعد أن يتم اللعان فإنه يفرق بينهما فرقة دائمة لا يجتمعان بعدها. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم في شريك بن سحماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: البينة أو حد في ظهرك؟ بينة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: البينة أو حد في ظهرك؟ البينة، أي هات البينة على ما قلت، بأربعة شهود يشهدون بذلك، فإن لم يأتي بالبينة فيقام عليه الحد، أو حد في ظهرك، لأن يجلد حد القذف 80 جلدة، أي ضربة بالصوت. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: البينة أو حد في ظهرك؟ فقال: يا رسول الله، إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: البينة وإلا حد في ظهرك. نعم. فقال هلال: والذي بعثك بالحق إني لصادق، ولينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد. فنزل جبريل عليه السلام وأنزل عليه: والذين يرمون أزواجهم، فقرأ حتى بلغ: إن كان من الصادقين. فأنزل إليه. نعم. وأنزل عليه: والذين يرمون أزواجهم، فقرأ حتى بلغ: إن كان من الصادقين. فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليهما، فجاء هلال فشهد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ ثم قامت فشهدت، فلما كان عند الخامسة وقفوها فقالوا: إنها موجبة. فتلكأت ونكصت حتى ظننا أنها ترجع، ثم قالت: لا أفضح قومي سائر اليوم، فمضت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنظروها، فإن جاءت به أكحل العينين، سابغ الأليتين، خدلج الساقين، خدلج الساقين، فهو لشريك ابن سحماء، فجاءت به كذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن. رواه الجماعة إلا مسلما والنسائي. نعم. هذا حد القذف، وهذا إذا قذف الرجل زوجته بالزنا ولم يكن لديه شهود، فإنه لا بد من الملاعنة بينهما، تقام الملاعنة بينهما، فإذا تمت الملاعنة فرق بينهما فرقة أبدية لا يجتمعان بعدها. نعم. باب من قذف زوجته برجل سماه. عن أنس رضي الله عنه أن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك بن سحماء، وكان أخ البراء بن مالك لأمه، وكان أول رجل لاعن في الإسلام. الذي هو شريك بن سحماء، وهو أخو
البراء ابن مالك لأمه. نعم. كان أول رجل لاعن في الإسلام، قال: فلاعنها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبصروها، فإن جاءت به أبيض سبطا قضي العينين فهو لهلال بن أمية، وإن جاءت به أكحل جعدا أحمش الساقين. لهلال بن أمية يعني زوج المرأة. نعم. وإن جاءت به أكحل جعدا أحمش الساقين فهو لشريك بن سحماء. قال: فأنبئت أنها جاءت به أكحل جعدا أحمش الساقين. رواه أحمد ومسلم والنسائي. نعم. وفي رواية: إن أول لعان كان في الإسلام أن هلال بن أمية قذف شريك بن السحماء بامرأته، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أربعة شهداء، وإلا فحد في ظهرك، يردد ذلك عليه مرارا. فقال له هلال: والله يا رسول الله، إن الله ليعلم أني صادق، ولينزلن الله عليك ما يبرئ ظهري من الحد. فبينهم كذلك إذ أنزل عليه آية اللعان: والذين يرمون أزواجهم، إلى آخر الآية، وذكر الحديث، رواه النسائي. نعم. فهذا من أسباب النزول، هذه يسمونه من أسباب النزول. نعم. باب في أن اللعان يمين. باب في أن اللعان يمين، يعني أنه يأخذ حكم اليمين. نعم. باب في أن اللعان يمين. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء هلال بن أمية وهو أحد الثلاثة الذين خلفوا، فجاء من أرضه عشاء فوجد عند أهله رجلا، فذكر حديث تلاعنهما إلى أن قال: ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما وقال: إن جاءت به أصيهب أريسح حمش الساقين فهو لهلال، وإن جاءت به أورق جعدا جماليا خدلج الساقين سابغ الأليتين فهو للذي رميت به. فجاءت به أورقا جعدا جماليا خدلج الساقين سابغ الأليتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا الأيمان لكان لي ولها شأن. رواه أحمد وأبو داود. نعم، يعني لولا الأيمان التي قالتها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي مجمع من الناس لأقام النبي صلى الله عليه وسلم عليها حد الزنا، ولكن أسقط الحد عنها اللعان الذي تم بينها وبين زوجها. نعم. باب ما جاء في اللعان على الحمل والاعتراف به. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لاعن على الحمل، رواه أحمد في حديث سهل، وكانت حاملا وكان ابنها ينسب إلى أمه، وقد ذكرناه في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لاعن بين هلال بن أمية وامرأته وفرق بينهما. وفي حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لاعن بين هلال بن أمية وامرأته وفرق بينهما، وقضى ألا يدعى ولدها لأب، ولا يرمى ولدها، ومن رماها أو رمى ولدها فعليه الحد. قال عكرمة: فكان بعد ذلك أميرا على مصر وما يدعى لأب. رواه أحمد وأبو داود. وقد أسلفنا في غير حديث أن تلاعنهما قبل الوضع. قبل الوضع. نعم، قبل وضعه، قبل وضع الحمل. نعم. وعن قبيصة ابن ذؤيب
قال: قضى عمر بن الخطاب رضي الله عنه في رجل أنكر ولد امرأته وهو في بطنها، ثم اعترف به وهو في بطنها حتى إذا ولد أنكره، فأمر به عمر فجلد 80 جلدة لفريته عليها، ثم ألحق به ولدها. رواه الدارقطني. نعم، ألحق به ولدها، لأن الولد للفراش، الولد للفراش. نعم. باب الملاعنة بعد الوضع لقذف قبله وإن شهد الشبه لأحدهما. باب الملاعنة بعد الوضع. باب الملاعنة بعد الوضع لقذف قبله وإن شهد الشبه لأحدهما، يعني بعد ما يولد، إذا نفى هذا المولود قال هذا ليس مني، فلا بد من إقامة الملاعنة بينهما. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه ذكر التلاعن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عاصم بن عدي في ذلك قولا ثم انصرف، فأتاه رجل من قومه يشكو إليه أنه وجد مع أهله رجلا، فقال عاصم: ما ابتليت بهذا إلا بقولي، فذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بالذي وجد عليه امرأته، وكان ذلك الرجل مصفرا قليل اللحم صبط الشعر، وكان الذي ادعى عليه أنه وجد عند أهله خدلا آدم كثير اللحم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم بين، فوضعت شبيها بالذي ذكر زوجها أنه وجده عندها، فلاعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما. فقال رجل لابن عباس في المجلس: أهي التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو رجمت أحدا بغير بينة رجمت هذه؟ فقال ابن عباس: لا، تلك امرأة كانت تظهر في الإسلام السوء. متفق عليه. نعم. والحاصل أن دين الإسلام يطلب الستر مهما أمكن الستر، فإذا كان ولا بد بين الزوجين فتقام بينهما الملاعنة التي جاءت في القرآن الكريم. نعم. باب ما جاء في قذف الملاعنة وسقوط نفقتها. عن ابن عباس في قصة الملاعنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى ألا قوت لها. الملاعنة. عن ابن عباس رضي الله عنهما في قصة الملاعنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى ألا قوت لها ولا سكنى، من أجل أنهما يتفرقان من غير طلاق ولا متوفى عنها. رواه أحمد وأبو داود. نعم. فالملاعنة إذا تمت بين الزوجين فرق بينهما وليس لها نفقة على زوجها الذي لاعن منها. نعم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ولد المتلاعنين أنه يرث أمه وترثه أمه، ومن رماها به جلد 80، ومن دعاه ولد زنا جلد 80. رواه أحمد. نعم. أعد. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ولد المتلاعنين. قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ولد المتلاعنين. نعم. أنه يرث أمه وترثه أمه، يعني يلحق بأمه، يلحق بأمه، تنطبق عليه الأحكام المترتبة على الولد مع أمه.
فيرثها وترثه. نعم. ومن رماها به جلد 80. نعم. ومن دعاه ولد زنا. من رماها به يعني رمى الأم بالزنا وأن هذا الولد من زنا فإنه يجلد 80 حد القذف، فلا يجوز أن يقذف الولد ويقال ابن زنا، لأن الإسلام دين الستر ودين العدل ودين العفو، فلا تكشف العورات التي تحصل من المسلم ويتحدث بها، وإنما تستر ولا تروى، تطوى ولا تروى، سترا على المسلمين. نعم. ومن دعاه ولد زنا جلد 80، رواه أحمد. من جلد ولد الملاعنة بأنه ولد زنا فإنه يجلد 80 يعني حد القذف. نعم. باب النهي أن يقذف زوجته لأنها ولدت ما يخالف لونهما. نعم. اللون لا يدل على سوء، قد يتغير اللون ولا يترتب على ذلك حكم شرعي، لأن اللون قد يكون أنه جاء على جد له أو جد بعيد عنه، قد يأتي اللون من جد ولو كان بعيدا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال له رجل إن ابني كذا وكذا، يعني ينكره لأجل لونه، قال ألك إبل؟ قال نعم. قال وش ما هي ألوانها؟ قال كذا وكذا وكذا. فقال لأحد الألوان التي على الإبل هذا اللون من أين جاء؟ قال الرجل لعله نزعه عرق، يعني عرق من جد بعيد. قال وهذا لعله نزعه عرق هذا الولد، يعني فلا يتخذ اللون سببا في القذف، لأن اللون قد يكون لجد عالي وقع على هذا الحفيد. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل من بني فزارة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ولدت امرأتي غلاما أسودا، وهو حينئذ يعرض بأن ينفيه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل لك من إبل؟ قال نعم. قال فما ألوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من أورق؟ قال أورق يعني أبيض. نعم. قال هل فيها من أورق؟ قال إن فيها لورقا. قال فأنى أتاها ذلك؟ يعني هذا اللون. نعم. قال عسى أن يكون نزعه عرق. قال النبي صلى الله عليه وسلم وهذا عسى أن يكون نزعه عرق، ولم يرخص له في الانتفاء منه، رواه الجماعة. نعم. فاللون قد يأتي من جد بعيد على الحفيد، فلا يتخذ اللون سببا للتشكك في والدته، لا يؤخذ اللون التشكك في والدته. نعم. ولأبي داود في رواية إن امرأتي ولدت غلاما أسودا وإني أنكره. هنا أنكر أنه منه لأنه أسود، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحكم له بموجب السواد،
اللون لا يحكم بسببه. نعم. باب إن الولد للفراش دون الزاني. الولد للفراش يعني للمرأة، يلحق بأمه، الولد يلحق بأمه، ولد الزنا يلحق بأمه ولا يكون له أب شرعي. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر. رواه الجماعة إلا أبا داود، وفي لفظ للبخاري: لصاحب الفراش. الولد للفراش، أو في الرواية لصاحب الفراش، يعني للزوج. الولد يلحق بالزوج، وللعاهر يعني الزاني الحجر يعني الرجم. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سعد: يا رسول الله، ابن أخي عتبة ابن أبي وقاص عهد إلي أنه ابنه، انظر إلى شبهه. أنه له ابن أخي عتبة ابن أبي وقاص عهد إلي أنه ابنه. نعم. انظر إلى شبهه. وقال عبد ابن زمعة: هذا أخي يا رسول الله، ولد على فراش أبي. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى شبهه، فرأى شبها بينا بعتبة، فقال: هو لك يا عبد بن زمعة، الولد للفراش وللعاهر الحجر، واحتجبي منه يا سودة بنت زمعة. قال: فلم يرى سودة قط. رواه الجماعة إلا الترمذي. احتجبي منه يا سودة، يعني من باب الاحتياط، من باب الاحتياط. ولا هو أخوها في الظاهر، أنه أخوها، ولكن فيه احتمال أنه ليس من أبيه وليس من زوجها. ما دام فيه احتمال فإنه لا يسقط الحجاب ممن هو قريب لها. نعم. وفي رواية هذا من باب الاحتياط في الإسلام. نعم، للشك في هذا. نعم. وفي رواية أبي داود ورواية للبخاري: هو أخوك يا عبد. عبد بن زمعة. نعم. وعن ابن عمر: وعبد أخو لسودة أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن ابن عمر أن عمر رضي الله عنه قال: ما بال رجال يطؤون ولائدهم ثم يعتزلونهن، لا يأتيني وليدة يعترف سيدها أن قد ألم بها إلا ألحقت به ولدها، فاعزلوا بعد ذلك أو اتركوا. رواه الشافعي. نعم. أعد. وعن ابن عمر أن عمر رضي الله عنه قال: ما بال رجال يطؤون ولائدهم. ولائدهم يعني مملوكاتهم، يتسرون بهن. نعم. أن عمر قال: ما بال رجال يطؤون ولائدهم ثم يعتزلونهن، لا يأتيني وليدة يعترف سيدها أن قد ألم بها إلا ألحقت به ولدها، فاعزلوا بعد ذلك أو اتركوا. رواه الشافعي. نعم. الولد للفراش، هذا الأصل، الولد للفراش، سواء كان الفراش زوجية أو ملك يمين. نعم. باب الشركاء يطؤون الأمة في طهر واحد. عن زيد بن أرقم قال: أتي علي رضي الله عنه وهو باليمن في ثلاثة وقعوا على امرأة في طهر واحد، فسأل اثنين فقال: أتقران لهذا بالولد؟ قال: لا. ثم سأل اثنين:
أتقران لهذا بالولد؟ قالا لا. فجعل كلما سأل اثنين أتقران لهذا بالولد قالا لا، فأقرع بينهم فألحق الولد بالذي أصابته القرعة وجعل عليه ثلثي الدية، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فضحك حتى بدت نواجذه. رواه الخمسة إلا الترمذي، ورواه النسائي وأبو داود موقوفا على علي بإسناد أجود من إسناد المرفوع، كذلك رواه الحميدي في مسنده وقال فيه فأغرمه ثلثي قيمة الجارية لصاحبيه. نعم. باب الحجة في العمل بالقافة. نعم. القافة هم الذين يعرفون الأثر، القافة هم الذين يعرفون الأثر، ويحكم بقولهم، بقول القافة إذا لم يكن هناك بينات يحكم بقول القافة لأنهم أهل خبرة في هذا الشأن. نعم. باب الحجة في العمل بالقافة. عن عائشة رضي الله عنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي مسرورا تبرق أسارير وجهه فقال ألم تري أن مجززا نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض؟ رواه الجماعة. نعم. أسامة أسود وأبوه زيد بن حارثة أبيض، حصل عند الناس إشكال، والنبي صلى الله عليه وسلم وجد من هذا الشك الذي عند الناس وجد منه حرجا، وجد منه حرجا، هل ولد أسود ولا أبو أبيض؟ وصار الناس يشككون في النسب بينهما. فلما كان مرة رقد الولد ووالده تحت فراش وبدت أقدامهما، أحدها أسود والآخر أبيض، فجاء القائف الذي يعرف الأثر اللي يسمى الآن المري، فلما نظر إلى الأقدام قال الله أكبر، هذه الأقدام بعضها من بعض. فسر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وفرج عنه بهذا الكلام الذي أزال الشك والريبة. نعم. وفي لفظ أبي داود وابن ماجه ورواية لمسلم والنسائي والترمذي ألم تري أن مجززا المدلجي رأى زيدا وأسامة قد غطيا رؤوسهما بقطيفة وبدت أقدامهما فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض؟ وفي لفظ قالت دخل قائف والنبي صلى الله عليه وسلم شاهد، وأسامة بن زيد وزيد بن حارثة مضطجعان، فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض، فسر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأعجبه وأخبر به عائشة. متفق عليه. قال أبو داود كان أسامة أسود وكان زيد أبيض. نعم. باب حد القذف. عن عائشة رضي الله عنها قالت لما أنزل القذف هو الرمي بالزنا أو اللواط، هذا هو القذف، وهذا يوجب إما أن يأتي القاذف بالبينة على ما قال وإلا فإنه يقام عليه حد القذف. الواجب على المسلم أن يحفظ لسانه عن هذا الكلام لئلا يحصل عليه إثم
أو يحصل عليه إقامة حد بين الناس فيفتضح بذلك. المسلم يستر نفسه ويستر غيره ويحبس لسانه عن الكلام في أعراض الناس. نعم. باب حد القذف. عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما أنزل عذري قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فذكر ذلك وتلا القرآن، فلما نزل أمر برجلين وامرأة فضربوا حدهم. رواه الخمسة إلا النسائي. نعم. عائشة رضي الله عنها كانوا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا نازلين في آخر الليل ليستريحوا أو من أول الليل، المهم أنهم نازلين للاستراحة والنوم، ثم إنهم أيقظهم النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الليل للرحيل. كانت عائشة صغيرة وكانت نائمة، ثم ذهبت لتقضي حاجتها ورحل القوم وحملوا هودجها على أنها فيه، لأنها خفيفة صغيرة، حملوا هودجها على أنها فيه وساروا. جاءت عائشة لما قضت حاجتها، جاءت إلى مكانها فوجدتهم قد رحلوا، فما كان منها إلا أن نامت، لأن تعلم أنهم سيرجعون يطلبونها إذا فقدوها، فنامت في مكانها. فلما نامت في مكانها جاء رجل متأخر من الصحابة على راحلته ليلحق بالقوم، فرأى السواد فجاء إليه، فلما أحست به استيقظت وغطت وجهها، وكان يعرفها قبل الحجاب، فجعل يسترجع، جعل الرجل يسترجع: إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم أناخ الراحلة ووطئ على يدها فأركبها على الراحلة وذهب بها يقود بها الراحلة حتى لحق بالقوم وقت الظهيرة، ومعه عائشة رضي الله عنها. فتكلم المنافقون في حق عائشة واعتبروها فرصة لهم، تكلمون أنهم على موعد مع الرجل وأنها تكلموا والعياذ بالله، فأصاب عائشة رضي الله عنها ما أصابها من الحسرة ومن الألم من ما يقوله المنافقون، فالله جل وعلا أنزل براءته، أنزل براءتها في القرآن الكريم ونفى عنها التهمة وبرأها رضي الله عنها. نعم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما أنزل عذري قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فذكر ذلك وتلا القرآن. ذكر ذلك، ذكر الآيات التي نزلت في براءتها. نعم. فلما نزل أمر برجلين وامرأة فضربوا حدهم. رواه الخمسة إلا النسائي. لأنهم تكلموا واتهموا عائشة رضي الله عنها بما برأها الله منه، هذا قذف. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. فجلد النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الذين قذفوا عائشة، تكلموا فيها، حد القذف. نعم. هذا ما يسمى حادث الإفك، حادث الإفك. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول: من قذف مملوكه يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. متفق عليه. نعم، إذا قذف السيد مملوكه لا يقام عليه الحد في الدنيا، لكن إن كان كاذبا يقام عليه الحد يوم القيامة، وهذا أشد. نعم. وعن أبي الزناد قال: جلد عمر بن عبد العزيز عبدا في ثرية 80. قال أبو الزناد: فسألت عبد الله ابن عامر ابن ربيعة عن ذلك فقال: أدركت عمر ابن الخطاب وعثمان ابن عفان والخلفاء هلما جرى، ما رأيت أحدا جلد عبدا في فرية أكثر من 40. رواه مالك في الموطأ عنه. نعم، المملوك حده النصف من حد الحر، يقام عليه النصف من حد الحر. نعم، 80 جلدة في الحر يكون على العبد 40. نعم. باب من أقر بالزنا بامرأة لا يكون قاذفا لها. نعم. عن نعيم. باب من أقر بالزنا بامرأة لا يكون قاذفا لها. عن نعيم ابن هزال قال: كان ماعز بن مالك. هزال عندك مشكول ولا هزال؟ هزال. نعم. عن نعيم ابن هزال قال: كان ماعز ابن مالك يتيما في حجر أبي، فأصاب جارية من الحي، فقال له أبي: ائتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما صنعت لعله يستغفر لك. فأتاه فقال: يا رسول الله، إني زنيت فأقم علي كتاب الله. فأعرض عنه. فعاد فقال: يا رسول الله، إني زنيت فأقم علي كتاب الله. فأعرض عنه. ثم أتاه الثالثة فقال: يا رسول الله، إني زنيت فأقم علي كتاب الله. ثم أتاه الرابعة فقال: يا رسول الله، إني زنيت فأقم علي كتاب الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك قد قلتها 4 مرات. في من؟ قال: بفلانة. قال: ضاجعتها؟ قال: نعم. قال: جامعتها؟ قال: نعم. فأمر به أن يرجم، فأخرج به إلى الحرة، فلما رجم فوجد مس الحجارة جزع، فخرج يشتد، فلقيه عبد الله بن أنيس وقد أعجز أصحابه، فنزع بوظيف بعير فرماه به فقتله. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال صلى الله عليه وسلم: هلا تركتموه؟ لعله يتوب فيتوب الله عليه. رواه أحمد وأبو داود. نعم. كتاب العدد. باب. يكفي، نقف عند فضيلة الشيخ وفقكم الله، أسئلة عديدة تسأل تقول: هل التصوير، تصوير الزاني والزانية، يقوم مقام الشهود 4؟ لا يجوز التصوير، لا يجوز التصوير. أولا التصوير حرام، وثانيا لا يتخذ التصوير بينة ويحكم به على صاحب الصورة، هذا لا يجوز. الإسلام مبني على الستر وعلى درء الحدود، ما استطاع الوالي أن يدراها مبني على الستر وعلى حفظ الأعراض. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا رأت المرأة زوجها يزني فهل لها أن تلاعنه، تقوم باللعان؟ لا، ليس لها
أن تقوم باللعان، وعليها أن تستره ولا تبدي شيئا. نعم، إن كان ولا بد تطلب الفراق، تطلب الفراق منه، تطلب الطلاق منه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: من وقع في كبيرة الزنا فهل يلزمه أن يذهب إلى الحاكم ويعترف بذلك أم تكفيه التوبة؟ تكفيه التوبة ويستر نفسه والحمد لله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ولد الزنا هل يلزمه أن يبر بأمه؟ نعم، ويلحق بها، يلحق بها فيبر بها ويحسن إليها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: في الطب الحديث يتم تحديد نسب الولد، هل هو لأبويه أم لا، بما يسمى بالتحليل بالحمض؟ يقول: هل هذا بما يسمى بالتحليل بالحمض DNA؟ يقول: هل بالحمض النووي؟ نعم. هل يكون هذا كافيا في النسبة؟ لا، ليس هذا من البينات التي يحكم بها في الشرع. نعم. ودين الإسلام مبني على الستر وعدم تتبع الأمور المكروهة بإثباتها، مبني على الستر وطلب التوبة، الحمد لله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم القذف بالزنا للفاسقين في دول الكفر؟ لا يجوز إنسان يقذف الناس ولو كان في بلاد الكفر، يصون لسانه عن ذلك ويطهر لسانه من ذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم ما اشتهر بين بعض الناس من الاحتفال بما يسمى بعيد الحب، والذي يحتفلون به في هذه الأيام؟ لا يجوز، ليس في الإسلام إلا عيدان، عيد الفطر وعيد الأضحى، هذان العيدان الشرعيان للمسلمين. عيد الأضحى بعد أداء ركن الحج، وعيد الفطر بعد أداء الصيام الذي هو ركن من أركان الإسلام، وكل عيد يأتي بعد الإتيان بركن من أركان الإسلام، وليس بالإسلام أعياد غير هذين العيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: من صح أو من قام متأخرا لصلاة الفجر وخشي أن يخرج الوقت، فهل يبدأ بالسنة أم بالفريضة؟ يبدأ بالسنة، يبدأ بالسنة ثم يأتي بالفريضة ولو خرج الوقت. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما النصيحة حفظكم الله في كثرة المتأخرين عن صلاة الفجر؟ أن يتقوا الله عز وجل وأن يقوموا لصلاة الفجر مع المسلمين، ثم يعودوا للنوم والراحة بعد الصلاة، ولا يتركوا الصلاة ويتكاسلوا عنها من أجل النوم. فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المنام الطويل، رأى رجلا ترضخ رؤوسهم بالحجارة، كلما رضخت عادت كما كانت، فسأل عن ذلك، سأل جبريل عن ذلك، فقال: هؤلاء الذين تتثاقل رؤوسهم عن صلاة الفجر. نسأل الله العافية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول:
ما حكم تخصيص علي رضي الله عنه بقول علي كرم الله وجهه؟ لا أصل لهذا، إنما يقال رضي الله عنه مثل ما يقال لإخوانه عمر بن الخطاب، عثمان بن عفان وغيرهم من الصحابة، يقال رضي الله عنه ولا يقال كرم الله وجهه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة، يقول من قالها لكنه لا يصلي فهل يكون داخلا؟ لا تنفعه. هذا في الذي قالها في آخر حياته ثم فاضت روحه، فإنه يدخل بها الجنة. أما من قالها وترك الصلاة وترك، فلا تنفعه لا إله إلا الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول إذا أخطأ العالم الذي على منهج السلف في مسألة من المسائل، يقول فهل يشهر بهذه المسألة ويقال إنه أخطأ بها أم يناصح؟ هو حي ولا ميت؟ إن كان ميتا فلا تذكر هذه الخطيئة أو هذا الذنب، لا يذكر بهذا، وإنما يستغفر له ويدعى له. وإن كان ميت حيا فإنه يناصح في هذا الأمر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول ما نصيحتكم لولي أمر المرأة الذي لا يجمع بين المرأة وزوجها عند حصول خلافات يسيرة بينهما؟ ما نصيحتكم لولي أمر المرأة الذي لا يجمع بين ابنته وزوجها عند حصول خلافات يسيرة؟ هذا يجب عليه أن يصلح بينهما، يصلح بين ابنته وزوجها، والصلح خير، هذا هو الواجب. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وإذا كان هذا في حق العموم فهو في حق الأقارب من باب أولى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول امرأة صلت صلاة الفريضة جالسة مع قدرتها على القيام، ونبهت على أن ذلك يبطل الصلاة، وكانت تجهل الحكم لكنها لم تعد، فماذا عليها؟ عليها أن تعيد الصلاة بعدما بين لها الحكم الشرعي وأنها مخطئة وتاركة لركن من أركان الصلاة، عليها أن تعيد الصلاة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول هل صحيح أنه من السنة قراءة آية الكرسي عند النوم؟ إيه نعم، من قرأها في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول المستمع للغيبة دون إنكار هل يلحقه إثم؟ نعم، أن يستمع للغيبة ولا ينكرها يشارك في الإثم، لأن هذا منكر ويجب عليه إنكار المنكر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول إنها امرأة مصابة بالسرطان عافانا الله وإياكم، آمين، تقول ولا أحس أي دعم من زوجي وأريد البحث عن علاج ورقية لكنه لا يدعمني ولا يساعدني في ذلك. سؤالها هل يجوز لي أن أطلب الطلاق كي أبحث عن علاج لي، وهل يجوز أن أسافر دون إذنه لأجل علاجي بالرقية؟
الله عليها المصالحة مع زوجها وطلب بذل الأسباب لشفائها، فإذا لم يقم بذلك تذهب مع أقاربها، مع أقاربها، أحد من أقاربها، ولها الحق في ذلك، وليس لزوجها المنع من هذا، لأن هذا أمر ضروري لا يمنعها منه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من هولندا يقول إنه أسلم ويريد طلب العلم الشرعي، وقد قبل في الجامعة الإسلامية، لكن أمه لا ترغب في ذلك، فهل عليه طاعتها وترك طلب العلم الشرعي مع أن أمه غير مسلمة؟ لا، لا يجوز له ذلك، بل يطلب العلم الشرعي ويبر بأمه ويقنعها، بإمكانه أن يقنعها في هذا. أما أنه يمتنع من طلب العلم الشرعي من لأجل أمه أنها تمنعه، فلا يطيعها في هذا، إنما الطاعة بالمعروف. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول أنا مسافر وصليت صلاة الجمعة في البلد الذي أنا مسافر إليه، ثم قمت وصليت العصر بعدها جمعا وقصرا، فهل يجوز لي ذلك؟ لا، لا يجوز هذا، العصر لا تجمع مع الجمعة لأنها ليست من جنسها، فلا تجمع العصر مع الجمعة، عليك أن تعيد صلاة العصر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول من كان على جنابة وعنده ما يسخن به الماء، لكن الجو شديد البرودة وخشي على نفسه من المرض، هل يتوضأ أو يتيمم بالتراب؟ إذا خشي على نفسه من استعمال الماء فإنه يعدل إلى التيمم بالتراب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول الذي حفظ القرآن الكريم كاملا ثم نسي بعضه، فهل عليه إثم في ذلك؟ ليس عليه إثم في ذلك، ولكن فاتته نعمة عظيمة وهي حفظ القرآن، فعليه أن يستذكره وأن يحاول استذكاره مرة ثانية، لأنه نعمة عظيمة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل أو هذه امرأة تسأل فتقول هل يجوز للمرأة أن تصلي وهي تحمل رضيعها وقد يكون به نجاسة، هل صلاتها صحيحة؟ نعم، هذا شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم، كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب ابنته وهي رضيعة صغيرة، كان يصلي وهو يحملها معه عليه الصلاة والسلام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول ما موقف المسلم من الفتن والشهوات التي تحصل في العصر؟ عليه أن يسعى في الإصلاح ما استطاع، يناصح ويبين، والهداية بيد الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول من حلف بالله كاذبا ثم تاب من ذلك، فهل يجب عليه أن يبين هذا الأمر؟ إن كان حكم حلف عند القاضي، حلف عند القاضي توجهت إليه اليمين فحلف وهو كاذب وبنى القاضي حكمه على هذا الحلف، فإن له أن يذهب إلى القاضي ويخبره بذلك، والقاضي يتخذ الإجراء الصحيح معه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه سائلة من هولندا تقول تقدم لها خاطب وقد رفضه أبواها بحجة أنه يسكن بعيدا، مع العلم أن بعد المسافة هو ساعة،
تقول: ماذا تفعل هذه البنت في هذه الحالة وهي ترغب في الزواج وإعفاف نفسها في بلاد الكفر؟ كيف؟ حفظك الله، بنت من هولندا تقول: تقدم لها خاطب رفضه أبواها بحجة أنه يسكن بعيدا، مع العلم أن بعده مسافة ساعة فقط. ماذا تفعل هذه البنت في هذه الحال وهي ترغب في الزواج وإعفاف نفسها في بلاد الكفر؟ تذهب إلى المركز الإسلامي في بلدها وهو ينظر في شأنها، المركز ينظر في شأنها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: من رأى أحدا على منكر من المنكرات كالزنا مثلا، فهل يسارع في الإبلاغ عن ذلك أم أن المطلوب هو الستر؟ المطلوب هو الستر مع المناصحة، الستر مع المناصحة والتخويف بالله عز وجل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: ما نصيحتكم في من يكثر من الجرح والتعديل للناس في هذا العصر؟ لا يجوز له هذا، وليس هذا جرح وتعديل، هذه غيبة. الجرح والتعديل في علم الحديث، هو الجرح والتعديل في كل شيء، في علم الحديث والإسناد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم امتهان الرقية بأن يجعل نفسه راقيا باستمرار ويأخذ على ذلك مالا؟ لا بأس بذلك، لا بأس بذلك، ويجوز أخذ المال على الرقية، وقد أقره النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا أو هذه امرأة تسأل فتقول: هل يجوز لي أن أدعو ربي بالزواج من شخص بعينه فأقول: اللهم زوجني فلانا؟ نعم، لا بأس بذلك، إذا كانت ترغب فيه لدينه، إذا كانت ترغب فيه لدينه تدعو الله بذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: الصور التي تكون في الكتب أو في المجلات داخل البيت، هل هي مانعة من دخول الملائكة؟ والله هذه بس تغلب جانب المصلحة في الكتاب، تغلب جانب المصلحة في الكتاب، وإن تيسر أنه يطمسها بالقلم، يطمس وجهها، فإن هذا يذهب حكمها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: بيني وبين إخوتي خلاف بسبب أمور الإرث والتركة، وليس بيننا تواصل، يقول: ما نصيحتكم لي ولهم في هذا الأمر؟ لا يجوز القطيعة من أجل الدنيا، لا تجوز القطيعة الرحم من أجل الدنيا، وعليكم بالمصالحة بينكم وإصلاح الأمر، ويعينكم الله عز وجل على ذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول: من وقعت في الزنا ثم تابت منه، فهل يجب عليها أن تخبر من خطبها بعد ذلك بهذا الأمر؟ لا، لا تخبره بذلك، ما دامت أنها تابت وندمت، التائب من الذنب كمن لا ذنب له، الحمد لله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: كثيرا ما أجد أثر المدي في ملابسي الداخلية، هل يلزمني أن أفتش الملابس قبل الصلاة وبعدها حتى أتأكد من عدم هذا الأمر؟ أخشى أن هذا من باب الوسواس، عليك أن تتركه إلا إذا تأكدت من خروج المذي أو البول
فعليك أن تعيد الاستنجاء وتعيد الوضوء وتصلي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل من شروط المحرم في السفر أن يكون بالغا عاقلا؟ نعم، لا بد أن يكون بالغا عاقلا، وإلا فإنه لا يصلح محرما. نعم، في السفر. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: النظر إلى المرأة الأجنبية لكن بدون شهوة، ما حكمه؟ لا يجوز، لقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، لا يجوز له النظر إلى المرأة الأجنبية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل الحياء يكون عذرا في عدم إنكار المنكر، عذرا شرعيا؟ لا، ما هو عذر شرعي، عليه أن يبلغ ولاة الأمور، يبلغ رجال الحسبة، إن كان عندهم حسبة يبلغ، وإلا فإنه يناصح من يقع منه المنكر، تبرأ ذمته إذا ناصحه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: شخص يقوم بتصوير الخطيب في خطبة الجمعة، هل فعله هذا جائز شرعا من ناحية الإنصات وعدم الانشغال؟ لا يجوز له ذلك، الحركة وقت الخطبة لا تجوز إلا للضرورة، تحرك للضرورة لا بأس، أما تحرك من غير ضرورة وقت الخطبة فهذا لا يجوز، لأن المطلوب الإنصات والإقبال على سماع الخطبة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: شاب خرج من بيت أمه بحجة أن أخاه لا يصلي وقد حزنت أمه بسبب ذلك، ما نصيحتكم له؟ عليه أن يرضي أمه وأن يبقى مع أمه ويناصح هذا المتكاسل عن الصلاة، وإذا لم يمتثل فإنهم يخرجونه من بيتهم ليسكن في مكان آخر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: التسليمتان في الصلاة هل هي ركن أم تكفي واحدة؟ السنة الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم والعمل على تسليمتين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: من رأى أوراقا ملقاة في الأرض بها اسم الله عز وجل، هل يلزمه أن يرفعها ويجب عليه ذلك؟ نعم، إذا كان فيها شيء من القرآن أو من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يرفعها ولا يتركها تمتهن. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول: هل يجوز للمرأة المسلمة أن تلبس الملابس الضيقة أمام أخواتها ومحارمها من النساء؟ لا يجوز لها ذلك، لأنها تكون قدوة سيئة لهن ولغيرهن، عليها بالاحتشام واللباس الساتر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يستحب السكنى بمكة وهل ورد في ذلك دليل؟ نعم، السكنى بمكة أو بالمدينة هذا شيء طيب، المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، والسكنى بمكة أفضل، الصلاة في المسجد الحرام عن 100,000 صلاة، والصلاة في المسجد النبوي عن 1,000 صلاة لمن وفقه الله، هي غنيمة عظيمة لمن تيسرت له. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله،
هذا سائل يقول أزعجني النمل، حشرة النمل، فقمت بسكب الماء الساخن على مكانها، فهل يجوز لي ذلك؟ لا يجوز هذا، لا يعذب بالنار إلا رب النار، فلا يجوز ذلك. لكن استعمل الأشياء التي ترحل النمل عنك من غير الإحراق ومن غير الماء الحار. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول هل يجوز للخاطب أن يخرج مع خطيبته لوحدهما لأجل معرفة هذه المرأة؟ لا يجوز هذا، لأنها أجنبية، مجرد الخطبة لا تكون كافية في مصاحبة المرأة والخروج معها، لأنها أجنبية منه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول إذا كان في جيبي مصحف صغير الحجم، فهل يجوز لي أن أدخل به إلى دورة المياه لأني أخشى أن يؤخذ؟ لا يا أخي، ضعه في مكان ترجع إليه وتأخذه من مكانه، ولا تدخل به محل قضاء الحاجة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من الخارج يقول رجل أسلم حديثا وهو مدمن على شرب الخمر، فهل يجب علينا أن نناصحه كل وقت بخصوص هذا الأمر فنخشى أن يرتد عن الإسلام؟ لا، ما يرتد إن شاء الله عن الإسلام، ولكن عليكم بمواصلة المناصحة وبيان الأضرار التي في الخمر، لعل الله أن يمن عليه بالتوبة ويكون لكم الأجر في ذلك. من دعا إلى هدى فله مثل أجر فاعله من غير أن ينقص ذلك من أجره شيئا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أنا أعمل صيدليا، فهل عندما يأتيني زبون ويريد دواء معينا يجب علي أن أخبره بأن هناك دواء مثله أرخص منه؟ أعطه الذي طلب إذا كان معه تقريبا.